بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سورة الأنبياء درسي نوحو كب الله بنايا بقول هي لبي تبان سورة كوبان وسورة الأنبياء لليه هاي أهنا منهج كي تفسير كي يسوق دق دقي سورة سورة الأنبياء وسورة سيد حدا أنو تلماني بقرية لبي توان أيضاتك كوبا وحاي بلغة سورة دبا هردعي ذهر مركيبا أي كبرى رجينيسا مخلوق إلهي وإسكالوها وورباءنا نوهين وحسوغي وحسابه كدي بوح على شرح يا طبيعة الرسول بشريته ورسالته ينو آذنيه لكن أي رسالة وهلده وحكالو دنالة المامية وذي هرأي إنك هرأي هلك إلهي ومريه كدي مركي مضحريك يدين ديد أي شكو درسدان سورة وحي سعطبها الدنا ملايكته أي لا تلمامي صفات كوذا كدي مركي لتلمامو مسجك عفرين ترسوش أي لسو دقائق جرتي لنا فري إن يدتكو ذا جارسيا إلى أهيد فرين يدو قصة ليسن توحيد كدبنا وحلو دقائق يا أبورك السمادة يا أرضده مركي قوه الرئيسي ربي أنكي مركي سورة الصائي سورة دعا كدب هدنا سورة وحي فهفاهين يرى أدموديد سورة ذا هكالا إني وحبضان ليرتهي بقى وحلو دعا دعيدونا نبي الله إبراهيم عليه السلام مركي النبي إبراهيم لقبحه أو لوط لو قدبه أو نوح لو قدبه أو داود وسليمان لقاه الله أو نبي الله أيوب لقاه الله أو هدنا لو سيادة ذنون أو هدنا لقاه الله إدريس أو لقاه الله ذي الكفل يعني بمعنى إلا مريم بي سورة دو مركة تلمانتي طبعا سورة الأنبياء صوت اللي قم مقعه هلكا ويماشي مقعه كالاتميد وحكالا أيضنا سورة دو أي تلمانتي يأجوج وماجوج أو سد وضوبة أي سورة دو هذا الشيء كدي من نوحة هدانا لقاها اللي نمكي مشركين تأها يوحي عبودين هلكي قدام بين دونان وحكالا لتلمان هدانا سورة دو وقدام بين أرضانيا نحل دونا مركي إلهي سبحانه وتعالى وحوى البابا ودمي أرضانيا نحل دونا إن أي كقرنت في الزبور إن أرضون أي ودم بين دون عبادي الصالحون سورة أنت سيكه للدونتا جل وعلا مركب حلي إقتارب وحاد واذي للناس دتك وحاوسو دواذي حسابهم حساب كودا والحالهم يوا في غفلة ده سنان كسوغا معرضون أو جيسني وهم في غفلة يقول دوهن ودوه سنان كسوغن إسلامار كان جيساني البلاغة القرآنية وحيت المانتي حساب كان واكن سود دوادي هل كان بوتاقي ددكي حساب كأوسوغي نوحا سوغو درس ما لغا الرموت أرنت كواد إني ورباني وحيد هدي أي نقل الله هيدو حتاو حلو شيق إلهانا دد أجود جيني وح دقي سنة دقه رارعيني ما مرقوفك إسوغو دوهن يعني بمعنى مثلا كبدك بري امتحان باكو سوغي ديا وربا وما هيسيد ان امتحانك ودعي دوني يساعد ودعي دوني يقرت ودعي دوني هالك اللو قادي دون هدي اوغي سيسك الوشيق لها الورق لنهانا ديار با وما هيتين هده قيسيت هدي فرينو كوصو دعا ما قيسيت هدي مكروفك القبس مدى قيسان يسيد لبضا حالات بو إله سبحانه وتعالى تنوح لغي يابو وحاكو سوغي امتحان باكو سوغي حساب باكو سوغي ديار نوما هيدين هده قيسيت ورنا وما هيسيد إلهي مركب الحيرة ما يأتيه مركب القرآن كوحة المامة سيدا حنوات المامة غفلة ذنو مركب إدعى يسو إيو جيس شذن أي جيسان يواسدة إلهي الحيرة ما يأتيه أمي ماذا من ذكر أي ذكر أي وحي أمي ماذا وحي قاسو من ربهم ربي قد حقي سكاء هذي وحي قاسو محدث لسود الرسيو إلهي أسودجيو إلا بهدي إذا استمعوه إذا جيسانيا والحال هم يلعبون عياري ويسكت جيسان يقع عياري يعني معنى ووحي هدوه فرينتو حيكتي من رب العالمين حق جيسا
waxa loo baahan marka qalbi furan daga furan in lagu dhageysto maanta hadii nin aan anagu aaminsannahay inuu staaris leeyahay naga sarreeyo boqor ah madax ah haduu makrofoonka u qabsado warka waa la dhageysanaya waxaa la dhihi doonaa ninka kan maxaanta sheegi doona ama khabar inaga ina quseeya oo danaheena ku jira marka laga hadlayo waad aragtay dhagaysaan ugu raaricinayn marka iyadoo khabarkun uu samada uu ka yimid min rabbihim muxdathin ah oo weli hadda uu cusub yahay marka kelmadda dib loo sii raaco laakiin waa soo jejintii iyo min axdatha yuxditu ah way dhagaysanay wahum yalcabuun laahiyatan xaalay shuqloon tahay quluubuhum laabahooduna ay howlan yihiin yani bimacnaa maxaa isugu kaa darmay qofkii oo falaadaya oo maxaa sheegtay kule adoo qof la hadlaya mobeilka ku mashquulsan oo masajo dirdiray adna warbaad u wadaa wuxuu qofka kan indhihiisa iyo farihiisa ay ku mashquulsan yihiin mobeilka kan waxaa kale usii weheliya qalbigiisana qofkii masajka isdhaafsanaya chatin kula jiro la qoslaya qolyahana shanigooda waa sidaasoo kaleo xaaladaasay ku sugiyeen ilaahay markuu xidhi wa asaruu waxay siraysteen annajwaa koodka iyo faqa ayay siraysteen alladiina kuibaa siraysay dalamuu dulmi falay ay lmushrikuun qaa'iliina iyagoo le hal haada maa haada ma ahaane ilaa basharun aadana mooyaane basharkaasoo midlukum idinkoo kala afata'tuuna asixra sixirka miyaad u imanaysaan ay saaxiba asixri walxaal antum tubsiruuna idinkoo wax arkaya iyagoo dad cuquushooda furan aad tihiin oo indhargarata ah oo maskaxdu halkan idin taal miyaad saaxir iyo falaanful iyo midun waxaa wada miyaad hadda marka la fariisanaysaan yani bimacnaa waasaru najwa saad og tihiin haddii faacilku jamca yahay ficilkuna inuu mufrad noqdo wey laakin halka kan ficilkii waasaruu waa la jamciyey aladiina dalamuu waasara najwa aladiina dalamuu baa ahayd fii gayri alqur'aan laakin hadihi tabcan waxay ka mid tahay luqada min lugat kalwini albaraagiith cinda nuxaat iyadu ay banaan tahay wey ilaahay marka wuxuu yihi qaala rabbii qaala wuxuu yihi nebiga rabbii rabbigay baa yaclamu og alqowla oo raahda rabbulcaalamiin baa la socda oo fi samaa'i samada laga leeyahay yani rabbii qaala marka ay qaala lahum wuxuu yihi rabbii baa yaclamu og alqowla og kaa'inan xaalu ahaaday fi samaa'i ahaada waalardi wahuwa ilaahay assamiicu alihi maqlid badan waalcaliimu cilmi badan yani bimacnaa hadalkan waxaa la rabaa in la yidhahdo waxaana hoos ugu dhigaysaan faqan iyo afdhuudhuubka kan oo idinku aada hoos intaad isugu dhigtaan ilaahay waxaad meeshan ka tirahdaan ardadii iyo waxa samada laga yidhahdo malaa'igta ay ku wada hadasho ilahay intuu la socdaa marka ilahay wax ka qarsoon markaa ma laha waa tan ilaah yaclamu sirra wa akhfa fii suurati taha waxa qarsoon iyo waxa kasii qarsoon buu ilahay u ogyahay bale qaaluu waxay yidhaahdeen haddana waxaa laga hadlaya baraambarka ay ku sugan yihiin hore waxay ku bilaaben waxay yidhahdeen bashar haddana waxay yidhahdeen saaxibu sixr ilaahay haddana wuxuu yidhi calaa lisaanihim iyagoo hadalkooda uu soo xiganayo bala qaaluu waxay yidhaahdeen adaafu axlaamin wuxuu nebi maxamed wado adaafu axlaamin ay qur-aanka kan adaafu axlaamin waa dhadhabyo isku dhafan oo isku daran ah wey yani macnaa qofka intuu riyooday riyooyin uu riyooday iyo wuxuu calwasaadiyo iyo hallucinations iyo uu soo uriyo hadda noogaga dhigaya maadaan arkay qofka marka uu riyoonayo habeenkii marka uu marna isagoo la erinaya mar isagoo meel ka dhacay mar isagoo si kale ah kadibna dadkiiba uga romay wuxuu leeyahay marna saaba ahayd marna saaba ahayd haddana waa la bursanay haddana waa la istaagay haddana saa wuxuu waxa kan inagu noo sheegay waxyo maaha adaaf axlaam marka jamcu xulin oo mida iyo jamcu daqsin wey labadoo la jamciyo wey oo ah ay akhlaad ru'aa ra'aaha fi nawmi waa riyooyin uu arkay buu inagi noo sheegaya jalla wacalaa marka wuxuu leeyahay iyagoo hadalkooda uu soo xiganay bale waxay yidhaahdeen iftaraahu maxamed baaba untaba isagaa samaystay bale huwa isagu shaacirun waa gabyaa falyatiina hanoola yimaado biaayatin hanoola yimaado kamaa ursila alawaluuna sidii kuwii horreeyey loosoo diray oo kale yacni biaaya ursila biha alambiyaa alawaluun ursila biha alambiyaa alawaluun aayad la mida aayadihii ummadihii hore ama lala soo diray rusushii hore hanoo keena hadduu run sheegay waxaa marka muuqata haddii xataa ay dhihi lahayn meeluuna kaga dhegi lahayd waxaaba laga yaabaaba dadka kan wuxuun bay qoonsadeen in la yidhaahdo laakiin marna inay yidhaahdaan waa bashar oo basharniman ku dhaliilayna aadaninimada marna inay yidhaahdaan falanful buu wataaye waa sixir baan ku dhaliinaya inay yidhaahdaan marna inay yidhaahdaan riyooyinku noo soo ururiyey marna inay yidhaahdaan waa gabyaa marna inay yidhaahdaan maya intaba si aanu kaga baxno waxaan rabnaa wax muujinaya waxaa muuqata caqliga qofka tabcan qofka markuu ku diidan yahay
waxuu marka uu marmarsiyo ka dhigta ma weyni briticsku azolada wuxuu waa inuu ku sheega calaqal waxa laga yaaba marku wax ku way inuu gulaa jinkayga ku diidan yani wax adoo xaqiiqi sheegay oo runtii la harku sheegay ilaahay marka wuxuu leeyahay maa aamanat waxa laga rabaa in la tacliiqiyo falyatina biayatin kama ursila alawalun ما آمنت مين رومين قبلهم هرتوذا من قرية أي أهل قرية قبواسو أهلقناها آم الرومين آم هلاقني أفهم يؤمنون مي يقول رومين يا آيات كان أيو دين يان ضد يكوه ريا الله صدري وي رومين واين وي دقيسان واين وحين كو متسين هلاك كوان مي هذا الرومين كو يهراب الدين وما أرسلنا ما إنا دين قبلك أديك هرتوذا إلا رجال رك أمبنو دير جنين رجاسو نوحي إليهم أن أوحيون فاسألوا ويدي أهل الذكري كو وحيك أصاحبك علمك أصاحبك أقانت أصاحبك إن كنتم لا تعلمون هذا إذا قرنين إيجا مركا ويدي وحرر مركا إلا إرهد وما أرسلنا قبلك إلا رجالا هذا إن كل دليل ليس نبي محمد أدليده وبشر أدليده هذا وقادة يحر الله صدر بنا أدن بها رقب الله ديري haddii aynan war u hayn ilaa aqoontiina ma gaarsiisna ina arinka ogaataan kutubti hore la soo dejiyay iyo dadkii lagu soo dejiyay iyo culimadooda way idinla joogaan yahuud iyo nasaara way diin maxaa kutubtooda ku qoran ayadoo marka macnahaas ay ka hadlaysaa laakiin fasalaha dhikr waa caam loo meel bi quraanka ku soo aroortay halka kan iyo suuratu an-nahl ay ku soo aroortay yaani marteen bi quraanka ku soo aroortay fasalaha dhikr fi suurati al-anbiya wa fi suurati an-nahl laakiin halkan siyaqa ay wadato iyo halka ay dhacdaba waxay tahay haddayna war weyn bal halka la weydiiyo watan quraanku ilayhi walaw waqalu lawla unzila alayhi malak walaw anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzaru walaw ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna alayhi ma yalbisun halka maanta ay u taaganta unba u taagnaan la hatta hadii la keeno qul law kana fil ardi malaa'ikatu yamshu qul law kana fil ardi malaa'ika haday jil lahayd oo ardada ku soconay mutma'inin iyo ah لنزلنا عليه من السماء ملك الرسول ملك رسول لكن سورة قلمة إله ملك الحلية وما جعلناهم كما إينا ييلين رسول الله صدري جسدا كما إينا ييلين صور ملتاقنوا لا يأكلون أننعنين الطعام الرشين وما خال وما كانوا منايا نهان خالدين كوي وراء لغض عربي فرق بأودحي الجسم إي جسدك جسم هو مركة أي هلبكي ديكي روح دي دان وقفك كجرو هذا واخا ماركا هدا انغو دان اجسام بان ماي هلكا ماركا جسد لا تلمامو ماركا روحو اي كبخد ايتا ها يعني بمعنى اسك تاغنو صور اه وغيه درين ام كو بيغير بيرين او ادنما انو دخدغين او باهيدي بني ادمكا الهي او كو بيري غريزدي انا لو بيرين ماها وما كانوا خالدين انا ماها ضد سكوارنا ما الهي ماركا عليه ثم صدقناهم كدبنا وحان أرميني الوعد يبوهي أها هدي فرين تنقاض جارسية دنبالك كان عدي أنه يدين كوكو ديبني هدي يدين ديدان إننا قان نقان هل كانوا مرينة إنه سيدي ويسميان كدبنا صدقناهم الوعد يبوهي بان أرميني أيان أرميني فأنجيناهم يغانوا بدباديني وما ندولنا وانو بدبادين نشاء وانو ضونو وأهلكنا وحانو هلاقنا المسرفين كو حد قدبي ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين إلهي سبحانه وتعالى أبو بدبادي لقد أنزلنا وحام سود الجنة إليكم أدمين سود الجنة كتابا بأن إذين سود الجنة ضد وضدك لله الله كتاب كسوه فيه ودحى هذه ذكركم أي شرفك شرفكم شرفتين أي دحى هاتي مقعين ودحى هذا وحال الله الله يضدك النبي وكأد الشاء الله الله وحال ليه وارتوح الإذين سود الجنة وقادة وكتاب فيه ذكركم ذكرينا قصغا أي شرفكم علوكم غلباتكم رفعتكم وحرضنا كتاب كاسكسون والقرآن يقول له إلهي سبحانه وتعالى في سورة الزخرف وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون أي ما يرفع به شأنكم وإلهي سبحانه وتعالى قرئ إنكو جين دونه جل وعلا مركب إليه أفلا تعقلون ميذا قرش الله إنينا كتاب كان مركب كل دكتان هل كابا يشرف إنكو جيرت ومركب إليه ماشي عمر من الخضاب هذا الكيس وحامنها قوم أعزنا الله إلهي باء inaga dhigay dad iyo marka goba oo gobnimada ina siiyay inta aan islaamka ku dhaganahay halka aan bay no taagnaanisa maalinka dib ugu goranana halkaas ay marka gunnimada halkaas ay noogu dambay yani halkaas ay nagu sugeysaa marka ilaah subhanahu wa ta'ala markii kitaab kaasa la siiyay weerka dadka maanta jooga nabiga ku abtirsada ama nabiga uu ka dhashay walaalahan
يعني أركا أنتوا إذا أنت كتاب شيء شيء وأنت شرف الليل مركا أنت في وقاعدان وإسكت ضبق قاعدان دتك يقول دي دنا وأنت شرف ضرائي كم مقتوى أنا وأحمد أنت حال ضاد مقتوى إلى مركو حلو وكم قصمنا وكم قصمنا إن مسبغنا أن هلاجني ومن قرية أي من أهل قرية ضد ميل دجانا أن هلاجني بضنا تاسو كانت أهات ظالمة مد إلى ظلم فشي وأنشأنا أن أمامنا بعدها إذا كدن بو قوما ضد أن أبابنا أن أمامنا كواس آخرين أو كلا ويبدين قسمي مثلا ومركة قفك لقار جبيه أنت أن عذاب أنت أن صمدك كأن يقدر أن هفت كدقني بضنا كدمنا إلهي سبحانه وتعالى قال لك بدلي إلهي محوله جل وعلا في آخر سورة محمد محوله وإن تتولوا ها يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم ألم تعلم أن الله خلق السماوات والأرض إن يشأ يذهبكم يأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز إلهي في سورة النساء إن يشأ يذهبكم يأتي بآخرين أي الله صلى الله عليه وسلم إلهي أكتن أكتيسة حيننا كي محايلة شري الله أن أبور خلقي إنك مغفي عنه دقي سنة يا إلهي أيو كيني كرا مرك الجوغيتان كينا إيو إيو معنا ما صمينا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون انت مرين أمبا مرك الله مرين جلوا على مركب حليه قوم كاسان هلاقني فلما أحسوا قرتي دريمان بأسنا عذاب كينا مركب دريمان إذا هو يقو منها عذاب يركضون كقلفني أرضي مركاسا قيل لهم حلو يرى ملائكتي والله ليس لا تركضوا وحباها قلفنين وحباها أردنا وارجعوا الله إلى ما أترفتم فيه وحلذين كن نعمي ومساكينكم ديقان ندينا ندبوا قول الله لعلكم تسألون لكي تسألوا سلذين ويديو إله مركب حتى من عذابك مركب سود دقي وله القرآن كحوك عبري مسألة الإحساس وهو الشعور بالشيء قفك مركب وحو طابته ضب مركب وطابته حون مركب قنينا درين إله مركب هلك كان مركب حتى من أحس وحال كلمة لو أذيك سيد أنت هو روحة يهيدون كليل وحال عدانا وحاصص عن دانا لكن إحساس كوان محنوة بحنونك مركب وطابته أي وحي بالله مركب إني هذا ركض ركض وبحص الشق بدنا مركب فرس كي يرد كي يسوي مركب مركي واحد بالله من رجال قضون يجوا مركب أرضي داشين أو أرضي أو جلفيني كدي بواحد وما لا دع رتان ما لهنا ماشي واحد اللي دين كون نعمي أو اللي دين كون فاجة فاجة إذا جا نادي أدا جا نادين بلدي بقول لك تقولي ويديني قالوا مركب يا ويلنا هلا جنجو إن كنا وحنا أهنا ظالمين كل ظالمين هذا يكرتين إلهي مركب فيه فما زالت كما ينزولين تلك تاه وراهذا إياذا دعواهم إني تهي قيل دان تودا إعلاع الكوذي إنو سدا يهي حتى جعلناه إلى أن كيالني حصيدا أي محصودا وحل شفي إلى أن كيالني وخامدين الضمي إلهي سبحانه وتعالى مركوي حصيدا أي كالزرع المحصود سدا ضلق لشفي أوكال رول دي قيوان كدين خامدين أي كخمود النار سدا ضبك الضمي مرك الله بشيء يعني بمعنى هدي الله بشيء إنه نلقو مثالي أو حسيئة يعني بيربح ذي ومرك الله شافه وحباء أنا يتاجنين وقفك وضل مري بل عاصس كل بدلي يضب إلي وبحي ولها ديرنا أنتي سلها ولا الدنيا أو كل سلا سو كلام نقدن ضب كنا مرك هذا بس بيسور رجع حنا متري بيرتنا ما هبيري وشقينا سلنا عوني كرا أما نوع عن ما لنا عفين كرا أما حكسب بيحدنا صاصا نكدي إنه إله سبحانه وتعالى إلهي مركب حلوة ما خلقنا السماء سماء ذو أمينا أبونا والأرض لولك وما بينهما أنت أدحس لاعبين عيار إنه عيارين مينا أبور ماشا ماها إلهي سبحانه وتعالى موحو مبوذ إنسانك إن تلا أبور يتركوا سدا لسكديني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق ولا إله إلا ورب العرش الكريم إلا إسكما أبور لكن ما شاء العبارة الله وطلق له عيار عيار هديتها لو أردنا هدان الضون أن نتخذ إنا نيالنا لهوا أي ما يلها به وحلو مشقوره لاتخذناه وحن يالا له من لدن حق النجا أي أنو كي يالا له هينوي إن كنا هدان فاعلين كوسا ميري هدي بأي دعي لهي وحلو مشقوره إي زوجة إي ولد إي وحلو مشقوره هدي أيتها لاتخذنا
حقنا حور عين بعد جوكت ملائك بعد جوكت وحنكون مشغول ماشان ماها بريسكيرس سلامة أبورن كونك كان يا عيار لام أبورن وجد ده كذا بيسو إله مركل حدا بلى نقذف ونجنينا بالحق حق ونجنينا على الباطل باطل كانوا كجنينا فيدمغه مركز بربرنيا عرض الدغدة كدي يا مرح كجدول دعية فإذا هو وإسوا باطل كي زاهق كي زولاء القرآن مركو حو أديك سيد لفظي سيد كنوني الله طور أو كالحق وكنوني دعية القرآن مركو حو أدنا أديك سيد دم غبو أديك سيد دم غبو مركا مضحوي بيحي مسكح ذا مركي بقولك هل مر رجيني وقولك ديك أيوه يعني بمعنى وانا ماشى هدي للرب وحا إنا ندب أكعين وبنادك نقول سنكعين مسكي نقول سنكو صوت دقاق إن مركا ربت هل كالا لبا يكتوه إلا مركو حو ليها حقي ونطور إنا كدبنا وحنا كلا دل دعينا مسكح ذا أيانو كلا دل دعينا باطلكي باطل نواكي يسوه مركا هشاق أها إيه كلا داسنا فإذا وزايق وزول يا رب العالمين ولكم الويل هلاك بائدنا إذين سقنا ذا مما تصفون وحا أسفين إيسان وحا ناسك شيء إيسان ولي إلهي ولد بولي هي زوج ولي هلاك بائدنا كلا سقنا ذا وله إلهي وحا هذا من في السماوات عرك وحي دحا هذا إيوى الأرض أرضذي ملكا وخلقا وعبيدا بقرتنا ما نأسك عليه أو إسك أتليه مخلوق يسوي الضامع إيهن ومن عنده ومن دول عنده أكتساء هذي وملائكتين لا يستكبرون إسكموين سيان عن عبادته إلهي عبادته سوى لا يستحسرون من النوغان كمن الدالان إلهي محو أباهي جل وعلا هدي واحد لم بقوة ذليها ولد وحا أباهن زوج وحا أباهن قف إلا كالمي العاوي أباهن إلهي انت وأباهن جل وعلا مركوح يسبحون دولك إلهي أكتي هذا ويهفان إلهي الليل هبينك إيو النهار مالينك لا يفطرون من نوغان لا يفطرون من نوغان من الفتر ما في فطور مجر ولا عياء ملها أم اتخذوا موحي يشان آلهة كواء عبدان من الأرض أرض الحق ذكا هذا كوامي يشان يعني بمعنى بل حافي عن كبلاغة إن الضرب انتقالية النقطة أم اتخذوا باله اتخذوا وحي يشان ساسا ونكسد آلهة كوال عبدو كواسو كائنة من الأرض بجح العبدي ذهب العبدي فضة العبدي ابن آدم اسأل كيس وروك كي مد العبدي بيس ما يستان برب العالمين ليه كواسو أم اتخذوا آلهة مية يشان له أم بل اتخذوا موحي يشان آلهة مية يشان من الأرض أرض حق ذكاءات كواسو هم يو ينشرون صوصاري يعني موحى جرة مركه همزه ده مركي الطهره اكبر انتقاليه كدكتد سؤال شنو وين انكار النقطه ام يتخذ ام بلى اتخذ موحي عشان الهه تنميه عشان كل عبود من الارض حق اذا كهذه دغخي اذن و خدون هن نقض كو هم ينشرون نولين مكو اود و هين احنا نولين بيشان الهي مركه لو كان فيهما سموات كي ارضها هدو دحها على الهه هدي جيل الهاي إلا الله إلهي موين لفسدت وفساد إلهي فسبحان الله إلهي باهفا رب العرش عرش لربي يسعى ما يصفون وحي سفين أبو إلهي سبحانه وتعالى كهفين جل وعلا يعني وحل الله هدي وجرو إله كلا إلهي كهي استصمضا هدي وجرو مركو رفسا كربشن بعد إلها مع الإله النوع الإله هو الهلا دي اللي كان نوع الهلا داي كم حل الرب هلا كان كان يالا كيني كم حل هلا هضم كانها فقير هلا قد يقول مركو in orderly systematic in song konkan oo noqdo waxba aan iska hor imaan systemka socday aan isduqayn la shamsan bagi laha an tudrika al qamar wala layl yusabiqu an nahar wa kullu fi falak yasbahun illa layya oo konk inu sa u shaqay waxay muujinaysa wahdaniyata rabb jalla wa ala ilaha marku hala la yasalu ilaha illa ma waydiyo amma yaf'alu wuxuu sameeyo wahum yasaluna iyaguna wala waydiya makhluqa qaf isaga la waqifuhum innahum mas'uluna isugish أو سؤال أي كذب بيسه أو لو يدينه قفك إسحاق كاسة الضنا لكن إلى عدوه يدين كرتملا إلى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا خاف عقباها إلهي كما بقي إلي هذا وإحنا ذاك البطوها هذا كذب بي حاصا ما يسعد ويدين يسمعه جل وعلا أم اتخذوا برب العالمين أم اتخذوا آلهة أم اتخذوا موحيشا من دونه إلهي سكذي آلهة ميشا كل عبد قل وحترى هاتوا بلك علي برهانكم حجدين لك علي تص هذا كان أن إذن كد الأقرية
ذكر من دول ذكري ومعي أنا لجركي هذا أمدي إذا قرآنك وذكر من نوي دول وحيين نوي قبلي أنا هرتي هذا أمدي أنا يري كتبتي هرا التوراة ساسا كقرأي وإنجيل ساسا كقرأي أنت وحا كقرنا إنه هل إله أجرأي إنك هل كلاتي ماذا بل بل ألي هذا أدينك الشيء يسان دل كذا كان بل دول رب العالمين لا يهي أكثرهم بذن كذا لا يعلمون الحق حق مقرانا فهم يو معرضون أكو جيسان يو حقا ما قرانا إله ملك حلو ما أرسلنا ما أين أندرين من قبلك أذيك هرت هذا من رسول ما أين أندرين إلا رهدي أن دن نوحي إليه وحن وحيوننا أما وحيونيني أنه شأني لا إله أي لا معبود إنو سنجرين إلا أنا أنيك ما ينفع عبودوني عبود هل كان مركب وحا وكور مسجي وفرينتي ورسموي جوهر كيدي بلنا سينيا رسول البابا هل فرين بودك جارسيني وأهي هل إله إنه جرئ كذي بس واحد مرك إنه قال كذا التي ماذا كتبتي هنا لكم قرر وما ذي ما ينشي رسوشي مشي إنه قال كذا التي ماذا إله مرك حلو وقالوا وحي لذين اتخذ الرحمن الله الرحمن كأبا وحو يش ولدا بو يش وحو علي سبحانه ربي فنانتس فنانتس بل يكون إله أو أنا إنسان أو إنسان إنسان ولد الذين عباد هم أضاموي مكرمون إله ماموس وأضاموي لا يسبقونه إله كلامه المرأة بالقوي أو رهلا وهم يون بأمره أمر كيس يعملون كعمل فلان يعلم إله ويحوجها ما بين أيديه وحرتو هذا وحرتو هذا آخرة يوم خلفهم حكدم بيو الدنيا أما بين أيديه وحرتو هذا الدنيا يوم خلفهم حكدم بيو آخرة لوضع وضعه كرتا ولا يشفعون من قرقليوذان من إرقوذان من شفعان إلا لمن دول ميان ارتضى إله الراد وكنغض وهم يغن من خشته أي من أجل خشته إله بقرنت أي كبقى أندرت بمشفقون يغن أي أدولا أبقان ومن خشة رب العالمين جل وعلا بقرنت أي كبقى أندرت أي آدي أدمرك أبقان ذلك مركب حالة المام مرك إليهن أوكلا ما أعرف ما لأيكت بنات الله مرك إليهن أوكلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون إلهي سبحانه وتعالى مرك أما بعنا من آنوا يا لنجل وعلا أما أتينا كتابا من قبل فهم به مستمسكون كتابا نسين أي مركا حيستان هل كيك لي ماذا جل وعلا مرك إنت الله قبح يكذب بوحد نوح الرعين ومن يقول عندي تراهضة ومنهم إيه كمدة روحي راهضة إيه كمدة وملائكة كمدة إني إلههم بانهاي مدلع عبده من دون إله سكري فذلك كاكد الردي ما بدع عيسى نجزيه وانو أبا المرنة جهنم جهنم أيام كو أبا المرنة كذلك سيدا ساكا ماشا أن أمرنة أي نجزي الظالمين الظالمين تنو أبا المرنة يعني بمعنى مركة وحربان إني هلان مرمرسية أنك وحكى لأمع عبده إن ملائكة وقيم إلهي كم إذا ما دام إلهي وضع لمركة إليهين أي وحال ليه طالما يندعين كو شقل كوذن ولا نوشي هوشي قبتن وظيفوذ ولا نوشي حديث أي دعوه ملك ملائكته كمد إنه كل يرده أو يراده هل يعبدنا فذلك نجزيه جهنم قال والبنا يضال والبنا هلك سأضم بيس أنت مرك الله جب حيكدي بروح على نميل حسين يا إبسود كاسو حرمي كونك كان يأبرك شيء أساس يسال الله جهل ليه إلى مرك إلى أولم يرى الذين كوي مياني أركين كفروا قالوا بي أن السماوات عرك والأرض أرضي كانتا إني أهيان رتقا كويسكن نبا كويسكن دقن ففتقناهما ونكلفوا جنبوا رب العالمين مركوا رويسكن دقن آيان وحي أهيان سد ميت كليئة كدب نوان وكلف صار نبو رب العالمين وصمدين تضبع لكدقى أرضدين تضبع لكدقى أما إن لو لجيو ذا فتق إن لو لجيو ذا صمد الرعب كما إمن جرين كدب الرعب باللوضي أرضدنا ما أيان للي جرين نبات كدب النبات دا باللوضي إلهي سبحانه وتعالى ساسا مكيل نبوي كانتا رتقا ففتقناهم وجعلنا وحانو يلن من الماء بيه حقي سنة كل شيء شيء والب شيء سحي النول أفلا يؤمنون ميان الرمينين مركا مرنو أيضا إن أن أقول دائران سيدي أن أقول دائران تفسير كدائراء وحبين دم بيسعوتي مركي أنو كهلين بيك بانك ثيوري عالم كان يمركو بلاباني محا إجاز كجر كاسميك ساينسيسكي تفسير كي هره دائره قفكي دي بقول لابتا هالكاسو كهلايا لكن وحالا انها أصل كا سماضي أرضا مركا لسنساس بيشو قد جناين
كدبنا وحد موداه سيد مثلا ما عرفته ضدك كشيء بوياها هايستا مركه وحا لطميو قال لي مسجده او كله مركي لبا لبا الروح لبا كل كل هايستان وقفك مركو ساعه و دفت سيده سمودو مركا كر او بوديسه وحا دوشا كسرى اي سمودو كر او بودي اردو هوس اد فتقو مركو اسكو دغنانتا ميا اسكو دغنايين بيس اون بيج بان ثيوري يدو كسليسن مسه سمودو روب كما يمن جيرونو روب باي بلوداي ارضونا ما ايان دلي جيرونو دلغي يو وحا لوي خي كسو بخي لا باب بلوداي لبد الراي مركو يجينا لكن يدو فافاسن وينو سو مرتي ميشيدان ودينينا ما دام منهج كتفسير كو ياي دغدغ تفاصيله ما جلينو إلهي مركب الله وجعلنا من الماء كل شيء حي مركي آيات ظهر أي كهذا شيء ويحوحل لحريري أسترونوميك أي كهذا شيء جالكسيس كي ونقضي أسترونومي أي آدي أو أسترولوجي أي آدي إنت مركب الله يصبح حدنا قيبتي بيولوجيكا لو يميدو وحالة المامي وحالة وحي سبيشيس أي مخلوقات دقاقية نفوبة أي كجرته ونكو ظهر هلك أكيمين إنو إلهي من الماء كدية إذا ما صفها فهنا ماشي إلهي مركب الله أفلا يؤمنون ميان الرومينين وجعلنا وحاميلنا في الارض ارضا لحديده هذا نوع الغص دقاقي مركي بيولوجي هذا نوع على سؤال قيب جيولوجي الى يقول وجعلنا وحاميلنا في الارض ارضا لحديده رواسي ايام يالني برؤي ودكويا ايام يالني ان تميد بهم لئلا تميد بهم كراهه ان تميد بهم خشيه ان تميد بهم مخافه ان تميد بهم يحدث قدرت ان تميد بهم ثاني ولديلين انا ولا دقدقاق وجعلنا وحاملنا فيها أرضا لحديدنا فجاجا ودوين باميلنا كبدلوا صبن وضيقيا ياميلنا لعلهم يهتدون لكي يهتدوا سي قاران أي أقو التوصان هل كي أسعدين أقو هدافان أو آني مركا ماشي أسعدين آني مركا أقاها بابين كانها بسامين بو رب العالمين أقو تلقلي وأتن أوليه جل وعلا سيدا مركا لاتن مامي صمدين وصاص وكلا إذا ما انكسوا هذا اللي buuraha macnaha ay ka dhisan yihiin inay ka dhigan yihiin masaamir teenda afarta gees lagaga kawiyay iyaduna ka soo hadalay ida faahfaahsan jalla wa ala wa fiiru wajacalna samaa'a samadiin waxa mukayalnay saqfan saanqahda mukayalnay maxfuudan la ilaaliyo aan lagu dhiiran karin wahum yagan can aayaatiha samada waxay xambaarsan tahay calaamooyin aan mucriduuna ay ka jiisanayaan iyadan waxaan ka soo hadalnay samada iyo waxa ay culimmadu ay ka yiraahdeen masuurta galba in la gaaro أو سبيس كاسر إن لجار إن لجار إن تفسير كده راب ونوصل مر إضافة فافاسا سقفا محفوظا محله لجيدا كدي نواصل من عسنا مركل في سورة الجن وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهاب الرصد هل كاسا كصفا فين وهم عن آياتها معرضون وحل وحي حدقي إلهي دقي أو جالكسيس دقي أو كلاش البدي دقي أو أجرام تسماوي أو دحدقنا ماشان كغسو هذا جل وعلا هذا نوحير وهو إله الذي معبود وخلق الليل أبينك أبو ري والنهار مال كان أبو ري والشمس هو أبو رب العالمين قرح ذي والقمر ضيح هو أبو ري كلا متكس أجران تاء أما إلهي سبحانه وتعالى وسمي في فلك قران قرب يسبحون كل حد باشان ساس أود حوريقان أما كل باشان سيدا ديه لهيبا هل كان حالة ماما يا وحي أورب السيستم كه oo saansku u sheegay suu koonkan ugu wareego habeenkan waqti buu leeyahay markuu dhamaado maxaa soo galay maalinki markuu dhamaado maxaa soo galay habeenki baa soo galay dayxuna ma haleelo qorraxdan dayxa ma haleesh wa mashu la shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamara wala al-laylu sabiqu an-nahari wa kullun fi falakin yasbih suratu yasin tudrika subhanahu wa ta'ala timam قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار إلى وقت المام يكون كغسو مركا أكله به جل وعلا مركب وما جعلنا مأهنا جيل لبشر آذنون من قبلك أذي هرت هذا الخلد وارتان إلا وارا أمينا يلي يعني عيد أليه كاه الرئيسي أو وارساي أما هراء وارتي لما هايو إسكت جرت وطن يقر وما كانوا خالدين النسوير أفإن منت هدار أدو ديمتين يو كل محمد إير أموك هادية وركي سيساقب إستاقي دونا ودمان دونا هدار أدو ديمتين فهم الخالدون أفهم الخالدون يوغم وارا ينوايا هاي كما ديك أذي وادمت إنك ميت وإنه ميتون ثم إنكم
يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وتن قرآن يقول لي لما شضوا حتما وبن آدم كل من أنثى وإن طال سلامة يوما على آلة حتباء محمول ولهنيك قبياغا لما شضوا حق ونيمان دونتا لكن يوم واريا إياغا مركا حرش ركوها يقول أن لك هذين يتربصون بك الدوائر جل وعلا. هذا نحو لي كل نفس نفد ما أنت ذائقة الموت تيجيري لدمين يسوي ويبلوكم ما أنه إذن امتحاننا وإذن كجربينا بالشر شرتي والخير خير كيبا فتنة في الندرت إلى سبحانه وتعالى وإذن امتحاننا به وإلينا ترجعون حاجة إلينا والذين سعلنيا بالشر والخير. هذا الله أقوله الهي إلهي أعلم بابل إنسينا يا امتحان باك الضنبية أبار با إذن كو إمانيسا امتحان باك الضنبية ربي وإذن هطم يا امتحان باك الضنبية وإذن عيرتين يا امتحان باك الضنبية إلهي وإذن عافين يا امتحان باك الضنبية حنون با إلهي يقفك كو كينا يا امتحان باك الضنبية لبضى الشيء لنك أدور رديد با يعني وشيء بامتحان كيشويلة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. في النظر إيضا وحال الرباء قفك كان هرت إلا أقاده أنت قضي هاي إيمان كيس أنت قضي إلا أنت هغس لوسي ديسي كرا إيمان كان قفك كان أشيغان إلا أقاده مركة مركو قرآن كله وجعلنا بعض كل بعض مركو قرآن رب العالمين أولي هاي فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ما صبر إيسان إلهي وبذن أركي ياي جل على ملك وإذا رأك الذين كوي هديك أركان كفروا قالوا أبي هديك أركان إن يتخذونك ما يتخذونك كايا لن ميان إلا هزوا أي إلا مهزوءا به من لقو جس جسمه يان قائلين يقول هذا كانوا الذي كيميا يذكر وحكشي عينين وحفرت كتاقي آلهتكم كواد عبدي سانكي دليل يميا والحال هم يقو بذكر الرحمن الله الرحمن كاشيكي تانكي سانهم يقو كافرون كوكو قالوا بيا يعني معنى وامحة مركة أليه كاسوها مركة أركان مركة بجهز جبسي كل دقائق وحاسا كدرا إن آله هذا أكتو ذا إن المريكرين مركة وحي لين ما كان باكا كو دير ذا آله هذين آله هذا ذا إن لا تاي ما أقلا هالك مركة إيتاين تاي بذكر الرحمن وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون مركة لير أما مركة إلهي سبحانه وتعالى شيء إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون لليه مركة إلهي مجعي صلى الله عليه وسلم التوحيد كان ويدغيا كود كلام مبعوث مرك الله شيئاً وبشارة سنة مرك القرآن تلمام يعني ليش مرك ومعادله ومعادلة آدي نقول لي ذا توي قسمة ضيزة وبمعنى إكليبرم أنا شقيني وجل على مرك خلق الإنسان آدنيه والله أبور من عجل دق دق بالله أبور ها لقمة بيجوي ودق دق يا سأريكم أن تصندون آياتي وأن تصندون آيات كيجي فلا تستعجلون هدق دقينا يعني معنى قفك إنه ترتيب سذاء مركي كوايان ولي ليش ما حدنا لو كاين وطن قران ولي انسان عجول ويقولون وحي متى هذا الوعد يبوها كان غورمو ايمانا يا ان كنتم صادقين هذا درون شيغيسان الى مركو خله لو يعلم الذين وحي هدي اوغان لهين كفروا قالوا حين لا يكفون غورت اني علينين عن وجوه وجيد اني كعلينين النار نارت ولا عن ظهورهم دبردودنا اني نارت كعلينين ولا هم أين أهان أهين ينصرون كوي لوجر قاري هدي أجان لعيان هل كان مركب والله جب حي خبر كي لم استعجلوا ما إن دجين ودين يعني بمعنى هل كان وماشط قفك كده لهيد يعني هدي أجان لهيد وهم كل ضم عصنا ها هذا كلي أتكأم ستان هذا أركيد دون يعني بمعنى وام حقفك مركب وحقد أصو ودي آدم شيجين وحلا جاي وقفك وحلا ربع إنه ذهن يسوع يمسكح إذا مر بمكودين الدانة مكحير الدانة ما حكوا صمام الدانة مغرام ما يأكلوا إيمان دانته قفكم مركو يسوع الدين يعني إذا مركه كحنون بدن مركه الوير هذا أنت هسان حكوا صمام يسير هذا تنوي كوابنته لكن مركي كلوجة وآد وآدكته تفكر داود إنه قفكم أقعد ماشوا حكت جيران ماشوا وضرموا جلوا على مركو حلا بلا تأتيه وإيمان يسوع حني هذا ده رأيان ويسوق لأيهن بغتة يدو كذا أيو إيمان يسوع فتبهته مركزي وريري نيسا بهتغو يعني وقفك إنو مركز مالو جروي فلا يستطيعون منكران ردها إني عليان أي رد هذه الآتية ولا هم منا يعني هن ينظرون كله كالي حالة مركز لقارنا تايم هن الله سيانا ماشيكم الجرتو. طب النبي صلى الله عليه وسلم حلي مركي هذا الكساء ودعي ما دام هذا العرس ويهي نبي قلبي يسال الى رين تسليم الى مركه كليه
ولقد استهزئ ولا جس جسي برسل بالغ جس جسون من قبل هذه هرت هذا هذا هذه ميت وحنا كان لغير ولا هري فحاق بالذين كي وحا كدغ سخروا جس جسي منهم يو كجس جس ما با كدغ كانوا اهدين به ما يستهزئون كي كجس جس هذه دك كهري ولا جس جس جوابت الى سبحانه وتعالى وبحيه قران كان ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين الذين كفروا إليه سبحانه وتعالى في سورة القرآن وعدينا في سورة الرعد جل وعلا مركبه قل حتى هذا من يكلأكم يائذ إلى لي بالليل هبينك إيو والنهار مالينك من الرحمن الله الرحمن كا يا إذنك إلى عذاب كيس يا إذنك إلى إنكر بلهم عن ذكر ربهم ربي جودة شيجستيس إن سجل الشيء أنا عن ذكر ربهم ربي جودة شيجستي وقرآن كي ذك أما وحي ربهم من هذا وذكر وفعل كوكالتك ما يحكي بلهم عن ذكر ربهم أي وحي ربهم ربي جودة وحي يسى معرضون ويكجي سنة يعني هذين كي إذن إلى ليه ما عليه هذا يا إذن إلى ليس القرآن هو تنو ليه هاي مركا أفأمنتم آمن ما تكن نقطتين أن يخسف بكم جانب البري أو يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير إن مركا للنقوي أرضا للنقوي أما الصمار على إنك قيمة يا آمن كا أو إله سبحانه وتعالى هدانا وطنو تنمام جل وعلا علي آمنتم من في السماء خالق صمار هذا يد آمن كن نقطتين روك إنو إذن لجر إله سبحانه وتعالى أنتم الضون صمينا جل وعلا وتنهضن القرآن وتنمام جل وعلا هديئي ماذا عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجل ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون حالة تنمام مرك عذابك أي ماذا وإله سبحانه وتعالى هدنا وتنمام يا إلهي عذابك سمى آمي ما لغن قضيان هدوي ماذا هبينك إذا ضدك أي هردان أما إذا برق منها أو ضدك أي أروري سنة يعني عذابك كي ماذا مآمن ما لغن قضيان إلهي سبحانه وتعالى إذا آمينك أهملا جل وعلا وحليه أم لهم وحاو أهذي آلهة كواء عابدان كواء سو تمنعهم آلهة سو ريبس من دوني إنك نقع إلين كرت ما كوكلا وماش الجوغ وبروتكشن أتاقن إذا يودفع عن يجرى لا يستطيعون مكر كران كون أي ليهن وآله نصر أنفسهم إنه يو إسهيليان أما إسهقر قاران ولا هم منا إيان أهانين منا أنك حق أن يصحبون كوي لغا إلاليان ما يعني يصحبون أي يجارون قدام كوي رهذا مثلا لغة العربية صاحبك الله إلهي كل الصاحب يعني يدوح إلهي كو إلاليو طبعا هذا مرك إلهي محولة ولا هم منا يصحبون كوي أنك نجبت بهذه النما قوة إليه محبب متريان وحنائي من دون تير كذب إن إله سبحانه وتعالى وديه دونه ما أردت إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون قرآن قوة المام يجل على وحمد لك حام إله سبحانه وتعالى ببرني جل على هذا المركب في جل على لا يستطيعون نصر أنفسهم إسكمر بل عابد واكن وحبا ما تري كران يعني كوانا عبودي سان ما وحي إليهن دقمي إليهن وحكو مقلا مقلب إليهن وحكو إليهن ما وحي إليهن إن دا وحكو أركان ما بقى هوا جل وعلا مركب كله هدنا بلا متعنا وان أرحين هؤلاء كوا إيوا آباؤهم آبا يوجود هلك إكسو في هذا كيما دين أصلهان حتى طال إلى أكدر هذا عليهم إيقا العمر جريتانك مدى أنه إنت أرحينين إله مركبه لأفلا يرون يعني أركين أننا نأتي الأرض أرضي إنا مؤمن إنه ننقصه حالا نقصانين إن من أطرافها قيسه ذي إقوم هذا إدعي ذي إدافه هذا إن أن نكسه نقصانين يعني أركين أفهم الغالبون ميا يكوي أتكالا يعني بمعنى محلق وضع أيضا أيضا من لحي كسو أروت آخر سورة إبراهيم ولم يرى أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يعني أيضا محلق وضع يعني أركين أرضنا إن نقصان سوق جلس من أطراف يوم حي ضد كي بعد ماني ما نهيب على دين تهيب على المسو تكني هيب على دين ماتي فضار كيسا ميد أيه كود وأذان بعد دين تأتي بعد دين تبوي من معرتي ضد كي ننقصها من أطرافها وضد شل الجري وما أنت أنا الجري ضد شل وحيس تعب أنا نهيسا وحبينا النقصان كل سعدان هدينا
ونيكي جبياجا واتنو كل شيء إلى ما تم نقصانه وحربوا نقصانه يكسو على بابا أو سي سعود وانا سيدا ضيحة كلا مركو صابح وينز وكسنس ماش مركو مر وكس وحو مر حالة كلا دوان كل ما نقصانته وانا مركا ولا ويني ساقل لنها دي دنبوه دان أصاب لنا أصاب ورانا إلى مركو حليا انت مياني أركين وحاصل ميان أمه أفهم الغالبون هذا نبح اللي مياجا أتكان يا مي النبي أتكان يا صلى الله عليه وسلم وحا أتكان يا هذانا أنبي ضدك إسأو كدة وفيش إن لننصر رسلنا والذين آمنوا إلهي سبحانه وتعالى إن أجر جاري النبي له جل وعلا إلهي مركز هذانا في اللي هذانا في سورة لأغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز جل وعلا قل وحاتر هذا إنما أنذركم وحن إنك جد جيا بالوحي وحي إلهي حقي سكاء هذه ويوحى إنك جد جيو ألد أن أذيك سنة واكا أن يموتوا ولا يسمعوا من مقليو الصم كان دجهلا الدعاء يرس إذا ما ينذرون مركا لو دجيو لكن مركي قلبكو مركي spiritually أنو شقينين روحيا إيشو مركان spiritually أنا شقينين حما أركتو دكتو مركان spiritually روحيا أفشقين حما مقش إلى يبتن إليها في سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ما القرآن في حتما يهدر إنهم إلا كالأنعام وحولها أنكلي وحولها حكم الدون بل هم أضل حولها إن لو قفا ما هنا بل هم أضل يا كالنسان حولها الغيابة الكآب نفقا وسعود إنه قرت موردي ومرك أكوه ينلها إنه قرت الغيابة قال دان تقوسالكي وذي وحلقيابة إنه مركي وراعه وحلقيابة هلك الله ديجي لكن كون يو ويبكسي اللي تام ويبكسي اللي تام رب العالمين ليه تكلم حوله لا إيدي كرو مع إلهي سبحانه وتعالى ما بسيم فكرت ريزني وح ما ب أودن الله مسي كوجنيشن واحد أما كوجنيتيف إلهي كمان ديجي لكن بلا هذا بحدا بالسي إنه مركي وكمرن هبا وجدك إلهي سبحانه وتعالى أو حريقي تامرك وحموجيني سأنو حيوان كليت جل وعلا هدنا في الأولى إن مستم هدي أي تابته نفحة حنجفير إنير ومن عذاب رب من عذاب ربك ربك عذابك سإنير حقاير لا يقولن وحي إليه يا ويلنا هلاقنا له إنا كنا ظالمين ظالمين إنير ما أتكيسن كالخوف من آدم قرآن نحن خلق الإنسان هلوعا ها إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير ما نوع إلا المصلين وبصاص سجدن كيسان كرما مرك إن يرهدي حغاير إن يرهدي الله دوجيو فرق كويس يرهدو جرو مركي وأفكو كالفورانيا جل وعلا هدنا وحوله مركي بسود كالغصب ونضع وندجنينا الموازين ويحي وحلو ميزان لها القسط أي ذوات العدل ميزان ده عدالة كس ليسن بندجنينا ليوم القيامة في يوم القيامة تجنيد مال انتهد مزان كاس أيام هلك صادقين فلا تظلم نفس النفل الظلم ما يشيء وح أي لتي منا هاس لغا لغي ماي وحان لا إيمان دوش لغا ساري ماي وإن كان هدوية هي عمل كي أي نفط لتي من مثقال حبة حبت وح أدق ما من خردل جيت خردل ليه قدق ما هدي وحو أيهين حبضة خردلك وان سوى مثال نقيرك إيو وان سوى مثال إنك فتيلك وان سوى مثال إنك خردلك انتو وان سوى مثال إنك المهم وهالباق آدي آد وح آدي آد وير وحلوه هالباق قرآن هنا طبعا هالباق إذا ما أنت وحلوه هالباق عالم كوحو مرأي ديجيتال سيستم وبرأي على صامر وقت دتك اللي يرى هذا واحد معرك تبرودي ودين ما يكمل ودين ما لقى سوق دبي قرآن كحتى مرك ذرة وشيء علماء ظهر مرك أي نوف سيري جتروح ليه جنا دور عصا وحودك ما أكله يعني راح وير وقفك لكن عالم كل مرة يا أرم بمرة يا وقرب كوير ما ترك إيش قاون أنا قبل كريم مرك أه وح وير ما أنت مرك الله تلمام كرو أرمك وحلاقي يا با عالم ما أنت عمر ديجيتال سيستم ما أشوف ضانها جارئة لكن دتك يهر هديه لديه لها أتم باجر هذانا محمد أسكو دردر ما يروح على الأركين بونوكي أنا وديه لها لكن عالم ما أنت بفضل قلب كان ما أنت أو سافس كيري سيستم كأه أو الأديك سيدو وحن مايكروسكوب يدا وحي موجين وحي بقى أنا نجرمه
هذا عقلي بين آدم كل حوش قيابة إلى كهان ونيوكله إن وحبة ديجيتاليز إن نقلان هذا الأركو ولي واحد جرى ويخلق ما لا تعلمونه عارف أنت إنه كسيف وقاعد وإحساسات كان هذه اللي وقارن وصور تقل واحد ضن طبعا نقطة هالباب والباب أو ماشان كجرو موسف زكير السقعة بإله سبحانه وتعالى محال الله إنسان كان أبوري عقلي كان واحد كسو هندسي وكل عرينا الله كل حريدي وسيجي الله سوي هذا نوع حكيني الله يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل وعلا مركب حلوان مدجنين موازين القسط اليوم القفلة وتظن نفس الشيء حبة خردل هدون نغضانا ها يعني حتى على قدر من ما أتينا بها وإن كان هدو يهي عمل كي وإنسان كي وليمت حب مثقال حبة حبة وحودك ما ومن خردل جيت خردل ليهن أتينا بها ونرى إيماننا وكفى بنا إنك كفلا حاسبين وكفى بنا حاسبين كلمة دا أمباك كفلا أديل إلى إله سبحانه وتعالى إنك حساب كفلا reckoning accountability إنك كفلا إله سبحانه وتعالى عدك الدقيق سن ملها سر وأخفى بأجيه ها قرآن كواتنو اللي يدل على مركو تلمامي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق مركو اللي يدل على ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين مركو إله سبحانه وتعالى لا يعزل عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مركو رب العالمين وليه وحصل نوحي موجنيان إن واحد نبى إلهي دير رضا أصارة واحد كفى كنكرة أما كعلم كرة أما إلهي أقال كيسة كبحي كرة أما the so called divine degree لتلمام واحد إلهي كمر نانكرة ما لسيستم كاسو دم حكا شو كجرة جلوا على مركة كله ولقد آتينا مركة الله قبحي كدب صورة ده مقع إلى ذا الأنبياء إنت حد الأركي سين عاو درسي أن أقرين اللي بادن درسي أسلس على هل كهبين أن كدي دين إن إنت وحي أحد هردع والله قحل الله وما ذا هو حقيقيين نيجر كود أي واحد أنت مركب الله يهلك تدبح الله دع يا أمبيري يا مركب الله بنا وعور مركب نبي الله إبراهيم إيو نبي موسى دول مرة إلى كل ولقد موسى محمد جد موسى هارون ده ولقد أتينا والله وحنوسين موسى وهارون وحنوسين الفرقان كتاب كي حق باطل كلا ساري توراة كي ونوسين وضياء إفن ونوسين إفتين بنوسين وذكر النوانوسين وحي أم وعظة أيام نوسين وللمتقين كو إلهي كبقيا مركة التوراة من أسماء سوا إلهي وحكوت المام الفرقان وحوك الله صار حق إباطر حلاشة حرامت وضياء أي ضياء بها إن إفتين لك الدكتو أو طاش لك الدكتو وضد الله إفتين صدر وذكر النواء ويهي أو وعظة ضدك اللقوانين يا اللقوانين للمتقين الذين متقين يخشون ربهم ربي وذكبقي بالغيب حالي كسوغيه غيب كامركا لو أبد بادهلي كرتا أما كحال ذي فاعلك بالغيب حالي كسوغيه إلى أن الأركين أما بالغيب يعني ربه وقردك أما بالغيب كحال ذي فاعلك كحال ذي يوغو إلهي أني أركين أما ده يوغو إلهي أني أركين أما يوغو إلهي سبحانه وتعالى نومه قد مدد أنت ذهب إلهي سبحانه وتعالى بكبقا الذين كو يخشون ربهم ربه وذكبقا بالغيب حالي كسوغيه يوغ أن أركين وهم يوغنا عن الساعة سعد يوم القيامة مشفقون كبقان والوحا كهي سعد عصبه هرتاجا وتنو لي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يغمر بهبينك حتى مرك قد قدون ميان آخر هرتاجا وتن قرآن كوليه إنسان كمرك إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون مرك الله تلمام أيوح اللي هدنا والذين كو ربه ذا كبقا إشفاق أما شف إنه يجرو خوف إنه يجرو مش في قفك إنه النقض هلك وحي موجين إسا قفك إنسي إليه سبحانه وتعالى هركيس وقوي إله مركب إليه وهذا كان حضا الذين قدوا الأقرين ذكر وحيوي وحي قاسو مبارك لبركي كاسو أنزلناه نسود الجنة ولا بركي هذا أقو وحي لها القرآن كإلهي روب مالبوح وكشاك برك وما اتصل بشيء إلا بورك فيه قرآن كمال ألا ماشو قلن بركة إمانيس guriga lagu aqriyo baraka qofki laabta gashtay waa baraka socota qofki aqriyo waa baraka ha qofki ku dhaqmay waa baraka qofki subax intuu san shaqada u dareerin aqriyo waa baraka intuu san yani hadii aad baraka joogtaa inaad ka bixin waa ka bin aadam bin aad maanta salaaxatid iyo qabri inuu qofku u taataabsado oo baahna quraanka ilaahay uu kaaga dhigto si aad uga dhana aad u barakooday mubaarak bu rabbil alamin marka mubaarak hadii la yirina qofki aqriyo mubaarak
أفأنتم إذنكو له قرآن كيميان منكرون الدفر سنتين مديدنتين قرآن كأين قلي لا ما قرآن كان سيدانا وإلى هنا وبالله توفيق.